الخير البنات، كي صبحتو؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جيت باش ندير لكم واحد لا فيديو اللي طلبوا مني البنات كل مره، وهي الروتين ديالك من الصباح الى المساء. انا غنشارك معكم اليوم، هو ماشي من الروتينات ديالي ديال يوميا، غير اللي غادي داكشي اللي غادي ندير اليوم غنشارك معكم ان شاء الله من الصباح الى المساء. اول حاجه البنات، وهي هاد الصالون ضاربه تسونامي. شوف الصالون كي داير البنات. شفتو مقربل اللعاب؟ شي حوايج ديال البنتي الصراحه دابا بصغارو عليها. من حاجه كتصغر عليها كنديرها لها هنايا في هاد البلاصه هادي. دابا انا كنحيدهم كاملين باش نجمعهم ونحيدهم ان شاء الله. مهم، انا غادي نجمع الصالون ونرجع معكم. دابا غادي ندوز بعد ما فطرت، مبغيتش نبقى نطول عليكم في لا فيديو، نبقى ديما نبين لكم الفطور داكشي اللي كنفطر به. المهم دابا غادي ندوز باش غادي نجمع الصالون. شتي هذيك اللي كتشوفوا تما الطبله ديال الصالون، هزيتها حطيتها تما على حساب بنتي باش تلقى فين تتحبوا داكشي. وهذاك اللي واقف تما انا خديت واحد الريدو لهاد لهاد الصالون هذا باش نحيد هذيك الخاميه، مابقاش بغيت نبقى دايراها تما. وصافي دابا غادي ندوز باش نجمع الصالون. البنات من بعد ما جمعت الروينه وشطبت وكلشي، بالنسبه لهاد الزربيه هادي اللي كتشوفوا هنايا، غير حاطه على قبل بنتي باش ما يجيهاش الارض بارده وداكشي. داكشي علاش انا دايراها لها هنايا، فقط الدفاع غير مؤقت. وغادي نحيدها حيت الصراحه انا غير حاطه ما كنقدرش على الزربيه دارتها على بنتي. ودابا غادي ندوز باش كنمسح الغبره، كنمسحهم بهاد المناديل المعقمه. بالنسبه للتنظيف اليومي كنستعمل هذه، ومره في الاسبوع كندير داك التنظيف العميق بالبرودويات. المهم انا دابا كنمسح كل شيء بهذا المناديل المعقم. نطحن هاد الربيع هذا اللي انا غسلته وخليته نشف ودابا غادي ندوز باش غادي نطحنو. انا كنطحنو في هاد الطحانة هادي، الصراحة كتنيلو ليا مزيان. غادي نطحنو دابا.
من بعد ما قرط الربيع نطلع بعدا نعوم هاد البزغوله هادي ندوش ليها وديك الساعه نرجع معاكم. من بعد بلات ما دوشت ليها دابا درت لها زويفه على راسها غادي نعطيها واحد الرداعه وغادي نخليها تناس وغادي نطلع نجمع انا الفوق. بعد ما جمعت كلشي ما بغيتش نبقى نوريكم كاع التفاصيل شنو كنجمع. المهم انا جمعت الفوق جمعت بيت بنتي وجمعت بيتي وجمعت الدوش ودابا راه هادشي الوحده ونص غادي ندوز باش نتغدى. درت ليا هذه لي بات بالشامبينيون والصلصه البيضاء والدجاج غادي ندوز دابا باش غادي نتغدى ومن ورا الغدا ان شاء الله غادي نشوف شنو غادي ندير. البنات من بعد ما تغديت وجففت الدار الجو زوين اليوم البنات شوفوا شوفوا الجو شحال زوين ها هو البنات توت توت ناط شوف انتم انتم البنات انتم شتو انتم بغيت نخلي ارتيك حل مزيان بحال هذا وعاد نحيدو ونعصرو نديرو سموتي مع مع الحليب يعني انتم الخزامه ما فين ولات شوفوا شوفوا شتو انتم ها الورد الاخر ها هادشي خصو يتحيد هادشي خصو يتحيد كله خصو يتحيد الصراحه. شو عند الناس مع البرد والو باقي ما طلع ليا حتى شي حاجه ما طلعات شوفوا شوف ها مخرجشين بيتات هنايا هنا جاي مخرجشين بيتا هي هنا هي صغيره النعناع تا هو ناض شويه وكنت نتفت منه باقي ما ناض والو 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 مع البرد ما كلشي عكز كلشي عكز. دابا شنو خصني ندير هي خصني نطلع نحيد واحد الصبيين نشرو واللي منشر خصني نطويه ونحيدو. ساليت وكلشي داك الحوايج شو عيني حمرين يلا نقيت البصله. المهم غادي ندوز دابا باش ندير العشاء ديالي. دابا جوج كنوجدو دابا كنوجدو كنخليه حتى يقرب يدخل راجلي مع الخمسه عاد توصل هكاك شي 4 ونص هكاك. دابا هذه حتى 4 ونص عاد غادي ندخلها في راحي غادي يكون كلشي طيب. دابا غادي ندوز باش غادي نصيب شاتي. اليوم غندير مسقعه كتسمعوا بالمسقعه. المسقعه هي واحد الاكله لبنانيه زوينه فيها الدنجل وبطاطا وكفته. المهم انا غنوريها لكم. دابا غادي ندوز باش غادي نوجدها انا معاكم. غناخذ واحد المقله وغندير فيها الزبده اللي كنطيبوا بها. المهم خصني نشعل عليها نشعل المقله. هاد الزبده هي اللي غادي نستعمل. دابا ما غندير لا زيت زيتون لا والو غنستعمل الزبده. غندير بحال هكا ملي كنشوفوا الزبده بحال هكا سخنات غادي نضيف عليها البصله. درت انا هنا غير بصله وحده هنا غنضيف عليها الكفته المهم كنخليو هاد البصله والكفته يتقلاو لينا شويه غادي نسد عليهم. بعد ما شفنا الكفته شويه بدات كطيب والبصله بدات كتبل شويه غادي ندير الملحه كمون حسب معلقه صغيره ديال الكمون وشويه البزار كنخلط كلشي. ودابا غنضيف عليهم صلصه طماطم كنخلطو مزيان. هاد لاصوص هدا كيبغي يكون فيه لاصوص طماط بزاف صافي كنحركهم نخليهم يطيبو عاوتاني شويه
المهم لاصوص ديال الكفته حطيتها هنا باش طيب. دابا خديت مقله اخرى درت فيها هاد الزبده، وثاني درت فيها الزبده، غادي نقلب فيها الدنجال. نخليها حتى تقلى من هاد الجهه وعاد نقلبوا للجهه الاخرى. هنايا درت غير واحد نص دنجال، ما درتش دنجال كبيره كلها، نخليهم يتقلاو شويه. ملي كيبدا يطيب لينا الفنجان لهاد الجهه كنعاودو نقلبو للجهه الاخرى باش يتحمر لينا من جوج جوج. ودابا غندوز باش نقلي بطاطا، غادي نزيد شوية من الزبدة. غادي نبدا نحط بطاطا تقلى، بطاطا كتبغي زبدة بزاف. نزيد نقليوها مزيان. كناخذ الصينيه اللي غادا تدخل الفرن، كنفرشوا فيها هكا طماطم صفها هكا، طماطم تطلق لينا لاصوص. انتو من بعد كنبدا نحط عليها بطاطا هكا، انا درت جوج بطاطا صغارين، ندير واحد العشا اللي هو خفيف واحد شويه. انا ماشي من داك النوع اللي كنبقى ندير المرقه كل نهار، ما عنديش مع داك الشيء انايا، بغي اكلات خفيفه بزاف، كنبغي اكلات خفيفه بزاف. ودابا غادي نبدا نحط فوقهم بدنجال هكا داك لاصوص ديال الكفته. اللي كيبغي لاصوص بزاف يمكن يزيد من لاصوص ديال المطيشه، حتى كتزيدي في لاصوص هي كتزيد تبنان. بعد ما درتها كبيت عليها لاصوص كله، غادي ناخذ شويه ديال القزبره ومعدنوس كنشعلها من الفوق بحال هكا، ودابا غندير عليها الفرماج.
المساء دايما. غادي ندوز دابا باش غادي نغطيها حيت هي كطيب غير واحد نص ساعه ديال المكانه، داكشي انا غادي نغطيها وغنخليها حتى ديك 4:30 عاد غادي نخشيها في الفران. طيب دابا غادي نحطها هنايا على جنب، ودابا غادي ندوز باش نشوف شنو غادي ندير. دابا صافي غادي نمشي نبريك، غندير لي واحد كوفي وغادي نمشي نجلس باش نرتاح لي واحد شويه ونشد الايباد ديالي واحد شويه، حيت صافي انا كملت ما بقى عندي نيدير كلشي، جمعت كلشي، بنتي ناعسه دابا تطفيق عاد غادي نغديها نعسات وصافي. كيف قلت لكم غندير لي قهوه ونمشي نبرك لي نرتاح لي واحد شويه وصافي. تيقرب يجي الزوج ديالي مع ديك 4:30 نوض نخشي هذوك في الفران. القهوه ديالي وجدتها غادي ندوز باش نشربها ونجلس نرتاح واحد شويه من بعد نتلاقاو. انتما البنات دابا شي 5 لربع بقى والو الراجل يدخل. يلا خرجت من الفرانه دابا شوفوا كيفاش كتجي، شتو ولا اروع. ودابا غادي نغطيها وغادي باش تبقى سخونه، غادي نتسنى راجلي بقات لي واحد 15 دقيقه وغادي يجي، وديك الساعه غادي نرافقها بشويه ديال الشلاضه ونتعشاو ومن تعشى نرجع معكم. دابا البنات راها الخمسه غادي ندوز باش نحط العشاء، غادي نحطه في الطبق التقديم. شوفوا البنات شتي لذيذه، الا جربتوها البنات ردوا عليا الخبر. صافي صافي درت شويه شلاضه، شلاضه درت فيها درت فيها الفلفله والخيار ومطيشه صافي، درت ليهم العطريه وحطيتهم. ودابا غادي ندوز باش غادي نحط العشاء، راجلي غيدخل دابا بما انا كنوجد على الطبله بما دخل. صافي البنات درت هاد الشلاضه، حطيت الماكله ديالنا هنايا، حطيت لينا الماكله صافي. عشا خفيف ظريف زعما ما كاينش شي حاجه كثيره، خفيفه ظريفه وصافي. المهم انا غنتعشى ومن بعد غادي نجمع الماعن ان شاء الله، مي غادي نجمع الماعن غنطلع باش ندوش وغادي نعتني بالبشره ديالي واحد شويه. ما غادي نشارك معكم شنو غادي ندير البشره ديالي. شنو ماما شنو روينا اللي جمعت قبيله؟ ها هي تاني 7000 في النهار ها ماما. المهم تنعاودو نتلاقاو. من بعد ما تعشينا غسلت المواعن ها هما، دابا غادي نرش واحد البرودوي على سميتو على لافابو ونخلي فيه بما نشف المواعن، وعاد غادي ندوز على لافابو. كندير ليه هديف سيف سيف هو اللي كنرشو هنايا وكنخليه واحد شويه بما انا شفت المواعن، وديك الساعات غادي نحكو. صافي البنات من بعد ما جمعت الكوزينه وغسلت المواعن وكلشي بدلت البنتي خليتها مع باها وطلعت باش ندوش. المهم هادو هما اللي دابا كنستعمل، راه ديجا قلتها لكم في المشتريات قلت لكم هادو هما اللي كنستعمل دابا لشعري. وبالنسبه لدابا لشعري غندير لي واحد الماسك ديال البنان مع البيض غنديرهم لشعري، وغادي نخليه بما درت شي حاجه لوجهي غنقولها لكم من بعد. المهم انا غنمشي ندير الماسك لشعري وغنرجع معكم. انا درت غير زيت الثومه، مخي قال لي ديري زيت الثوم، درت زيت ديال الثومه وخليته في الشعر ديالي هكا صافي. دابا غادي ندوز باش غادي ندير واحد المقشر للوجه ديالي اللي هو اللي ديجا شاركته معكم ديال القهوه وزيت الزيتون، صيبته قهوة زيت الزيتون والملحة. انا غادي ندوز دابا باش نحك وجهي. اول حاجة غندير هي غادي نغسل وجهي بعدا قبل من اي ماسك، كنقولو قبل من اي مقشر كتغسلي وجهك، المهم عاد كتغسلي كتشلي. انا غادي نشلو
نزكيه وصافي. غنبدا دابا باش ندير هذاك المقشر. الصراحه البنات مقشر زوين هذا كيعجبني. والبنات تكيسوا عاب شويه ملي تكونوا كديروا شي مقشر عاب شويه باش ما نجرحوش البشره ديالنا. ما كنبانش ليكم باش ما نطيحش في الارض. المهم شويه كلشي مزيان. بنتي خليتها مع باها حابسها وانا طلعت باش ندوش على خاطري. كنبغيش ندوش الصباح حيت هي كتكون ما كنقدرش نخليها بوحدها ونطلع. مازال النهار اللي كنكون باغا نعومها معايا هي اومتها هي الاولى حيت كان عندي بزاف من الدم. ما وريتكمش كلشي، راه كان عندي شي حاجه في البيت خصني نرتبها، شي وراق وداكشي كاين لي داكشي درتو ملي نعسات وصافي. غنضرب باش نغسل هاد المقشر هنا. يا شللت وجهي من المقشر هكا غادي ندوز باش نغسلو. بنات انا كنغسلو بهذا ديال نيفيا، زوين زوين. انا وافقني بعدا هذا ديال نيفيا وافقني بزاف وتيسالي ليا كنعاود نشريه زعما شي صابون اللي عجبني. وقال لك الصابون اللي ما كيديرش الرهوه بزاف في الوجه هو اللي مزيان. وانا عندي بشره جافه وحساسه يعني ممكن يلاه بقيت ليها الصابون اللي غادي يتماشى معها. ندوز دابا باش نغسلو. البنات ما بالو باش تغسلو وجهكم، نشدو الوجه ورجعنا. دابا غسلت وجهي، ما غادي ندير ليه لا كريم لا ما ورد لا والو حتى نخرج من الدوش. عاد ديك الساعة غادي نرطبو، غادي ندير ليه ما ورد ونرطبو وصافي. المهم البنات انا غادي نمشي دابا باش ندوش او غنرجع معاكم صافي. يلا من بعد. ايوا صحتي دابا عاد غادي ندوز باش نرطب وجهي. نرطب وجهي وندير شويه المواد وداكشي ومن بعد عاد غادي نهضر. اوكي صافي. ودابا غادي نهبط غادي نمشي باش نعشي بنتي ومن بعد صافي غادي نتفرق معكم. دابا هنايا شعري من بعد غادي نشطو وغادي ندير ليه واحد السيروم. ايه كي شريت واحد الزيت باش نوريه لكم. هذا زوين 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 بزاف. شريته في ريحة غزالة، واحد ريحة فيه زوينة. قالك تقدري هذا ديريه كل نهار كديريه في شعرك. هذا كيلاق لجميع أنواع الزغبات، قالي شوف لا لي حرش ولا لي ميدم ولا لي ناشف. المهم هذا زوين بزاف البنات. شريته من غايد فات، مغاليش مغاليش بزاف. غير سيرو شريه والله زوينة البنات. قالك هذا كت الناس ديال هولندا كيديروا فيه زيغسيغ في الشعر ديال هذا زوين زوين. سواء كنديرو انا كل نهار كنوض صباح ضروري كنديرو شعري. بعدا وافق ليا شعري ما دار ليا حتى شي حاجه. دابا غادي نشفو نعيب الفوطه
وغندير ليه هاد الزاد وغادي نجمعو وصافي. دابا غادي باش من بعد غنمشي نعشي بنتي وصافي. المهم البنات هذا هو الفيديو كان ديالنا ديال اليوم من الصباح حتى العشيه وانتم معايا. ايوا صافي تلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. تكتبوا لي في كومونتير تحت اش من فيديوهات بغيتو تشوفوا ونديرهم ليكم. هذا تحت مطالب واحد الدريات انا درتو ليهم. ويلا عجبكم لا فيديو دعموني باللايكات ديالكم. لا عجبك الفيديو عادي ورك على داك لايك. ما عجبكش ديري عادي عادي جدا. ماشي تشوفي الفيديو وما ديريش لايك وما ديريش تاه فهمتي. يلا بسلام عليكم البنات الفيديو الجاي ان شاء الله. خليكم راحه البال. سلامه.